اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا متذكر 11 سبتمبر مش بتاعه 2001 بس، يعني دي اكيد كل العالم يتذكر 11 سبتمبر سنه 2011. الله. انا متذكر ان دي كانت واحده من اوائل وما من اهم الحلقات اللي انا تحديدا من اهم الحلقات اللي انا قدمتها على اون تي في. انا متذكر كنت بعمل برنامج الصباحي صباح اون، ووقتها اشتغلنا على الحلقه دي، واخص بالذكر الاستاذ خالد الليسي بروديوسر البرنامج انا ذاك وانا دلوقتي. عملنا وقتها تقارير كانت مهمه جدا على تاريخ 11 سبتمبر. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده علشان مش بس عشان عدت 20 سنه على هجمات 11 سبتمبر، وقتها كانوا يدوب هم 10 ساعه ما عملنا الحلقه دي، لكن لانه وجب تحليل، خد بالك، وجب تحليل تحركات الامريكان وقتها وفيما بعد استنادا على مساله 11 سبتمبر. سيبك من الحاجات اللي بتطلع في المواسم زي بتاعه دلوقتي، فتلاقي على تيك توك ومش عارف وعلى فيسبوك يجي لك وهل كانت 11 سبتمبر حقيقيه ام غير حقيقيه، وهل كانت هناك طائرات ام لم تكن هناك طائرات، وان الطائرات دي كانت سبيشال ايفكت اتحط فيما بعد ذلك. النتيجه المحصله، سيبك من كل التهجيص ده، المحصله ان كان في حاجه اسمها 11 سبتمبر، وانه ضربت او ضرب برج التجاره العالمي وقتها في نيويورك، وانه في ناس كتير رحمه الله على الجميع اتقتلوا بسبب اللي حصل، اصابات الى اخره، لكن ما بعد الهجمه هي دي المساله. عارف انت ما بعد الجائحه؟ هو ما بعد الهجمه. ما بعد الهجمه السياسات الامريكيه فيما يتعلق بالمنطقه العربيه ووسط اسيا وعلاقتها بالجماعات الاصوليه، وانا ما بحبش كلمه جماعات اصوليه دي لانه هي مصطلح أجنبي كان بيتقال عليه الفاندمنتالستس أو الأصوليون، فما فيش أزمة أنك أنت تبقى من الأصول، يعني خد بالك. وده برضو كان جزء من استخدام مصطلحات لضرب هويتك الفكرية، يعني فيش أزمة أن احنا نبقى بنعود إلى الأصول على الإطلاق، لأنه كان من المفترض أنه يتقال الجماعات التكفيرية، الجماعات المتشددة، الجماعات المتطرفة، فلم يكن يستخدم أو تستخدم هذه المصطلحات، وتم استخدام كلمة الجماعات الأصولية. لكن واحنا بنتكلم على تحركات وتوجهات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي ووسط آسيا، ثم الدخول للمنطقة العربية عبر احتلال العراق في 2003، كل هذه الاستراتيجية قد يراها البعض أنها بنيت على ما حدث في 11 سبتمبر سنة 2001. احنا معانا على التليفون خبير الجماعات المتشددة والمتطرفة الأستاذ ماهر فرغلي، موجود معنا على التليفون. ازيك يا أستاذ؟ قول يا أستاذ يوسف صديق العزيز. حبيبي وحشني صوتك ووحشني وجودك معنا والله. أنا متاح أمرك دايما. يا حبيبي العفو، الأمر لله سبحانه وتعالى. 11 سبتمبر 2001 وما تلاها، يعني ما بعد الهجمة، بتشوف إلى أي مدى أثرت 11 سبتمبر دي على توجهات وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى خسر العالم الإسلامي والعربي من جراء ما حدث في 11 سبتمبر؟ للأسف الشديد تنظيم القاعدة ورط العالم الإسلامي في ضربات 11 سبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية، أو في هذا الوقت اللي كانوا بيحكموا الولايات المتحدة الأمريكية مذهب الصهيونية المسيحية ديك تشيني والمجموعة اللي كانت حواليه، استغلوا هذا الحادث تماما في توجيه ضربات مش لتنظيم القاعدة، لا محاولة حصار العالم الإسلامي، وتفاعل وتضخم الإسلاموفوبيا جدا في العالم. واليمين المتطرف استغل أحداث 11 سبتمبر وأصبح له وجود فعلي في أحزاب ومؤسسات حقيقية، بل وجماعات يعني بتهدد المسلمين زي ما احنا شفنا في نيوزيلندا الراجل اللي ضرب المسلمين وهم بيصلوا بالزبط في المسجد. ما فعله تنظيم القاعدة كان جريمة بكل المقاييس، طبعا دماء بريئة، واستغل ما يسمى الجهاد المعولم ويسمى الجهاد في سبيل الله تحت هذه الحجة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. نظرية خاطئة 100%، نظرية أن أنا لكي أورط أمريكا كما تورط الاتحاد السوفيتي وتفكك، احنا نورط أمريكا في حرب طويلة الأمد داخل بيئة جبلية وعرة جغرافيا، ف
فتنهار الولايات المتحدة الأمريكية، وحينما تنهار أمريكا ينهار بالتتابع الحكام أو الأنظمة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية. دي نظرية مش أسامة بن لادن، نظرية أبو حفص ونظرية أبو عبيدة البنشيري ونظرية أيمن الظواهري، هذه المجموعة التي التفت حول أسامة بن لادن، وكان أسامة بن لادن في طبعه حينما يقتنع بفكرة بيصر عليها ويأخذ قرارات دون أن يتشاور مع من معه والدائرة المحيطة به، وأخذ هذا القرار لتوريط أفغانستان ولتوريط طالبان ولتوريط العالم الإسلامي كله، لدرجة أن الملا عمر نفسه مؤسس حركة طالبان في كذا جلسة جلس مع أسامة بن لادن بيروي هذا الكلام مصطفى حامد في كتابه العرب في أفغانستان، وده مؤرخ تنظيم القاعدة العلمي بيتحدث عن لقاء جمع الملا عمر بأسامة بن لادن، وقال له الملا عمر أنا ما زلت منحني ولا أستطيع الجلوس على الكرسي، يعني لا أستطيع الجلوس على كرسي الحكم، فأعطي لي فرصة، يعني ما تعملش أي عمليات، دي لي فرصة أضبط الدنيا وأسيطر على البلد. رفض أسامة بن لادن ذلك، ضرب ضربته في سفارة دار السلام، راح للملا عمر مد ايده أسامة بن لادن لكي يسلم عليه، رفض الملا عمر ان يصفه وقال له لازم في خلال 3 شهور انك انت تطلع بره البلد، قال له انت هتسلمني الكفار، فتراجع الملا عمر. الفقه بتاعه كان ما زال ويحمل ايديولوجيه غريبه جدا، وما زال طالبان تحمل هذه الايديولوجيه حتى الان. للاسف الشديد تركه، فخطط ل 11 سبتمبر بحجه انه أن الملا عمر قال له اعمل كما تشاء داخل في أفغانستان، هو تصور أنه بيقول له اديله تصريح أنك أنت يضرب أمريكا كما تشاء. المهم هذا هو ما ورد في هذه الشهادة، شهادة مصطفى حامد، وورد أيضا في شهادة ناصر الحربي أحد قادة التنظيم من اليمن، وهو بيروي هذه الحادثة أيضا، حادثة أن ما كانش حد راضي في من حول أسامة بن لادن على هذه العملية. حتى ابو مصعب الزرقاوي نفسه كان رافضها في هرات لما استشار ابو حفص المنصوري. المهم ان هذه العمليه ورطت العالم الاسلامي كله في مأزق كبير جدا، واحتلت افغانستان وضغط على العالم الاسلامي بحجه تغيير المناهج وتغيير مبادئ التطرف العنيف وان الاسلام السياسي كله ينطلق من المنطقه العربيه، وفكروا بعد كده قال لك ان احنا نجيب الاخوان المسلمين يحكموا هذه المنطقه، يبقى اسلام سياسي في اسلام سياسي، وهذا الاسلام السياسي المعتدل يحتوي الاسلام السياسي المتشدد، وهذه النظريه. وبداوا قال لك التجربه نجحت في تركيا ونجحت في المغرب، فاحنا نشتغل على ده في مصر كمان اللي هي مركز العالم الاسلامي. التجربه في تركيا مختلفه طبعا عن مصر تماما، فشلت التجربه في تركيا وفشلت منذ ايام في المغرب، ودينا شفنا النتائج اللي هي نتائج كارثيه على الاخوان المسلمين داخل دوله المغرب، وسقط الاخوان المسلمون والاسلام السياسي في مصر بفعل 30 6. بس هنا 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 استاذ ماهر يمكن خليني هختلف معاك سنه، لم يكن كل المحيطين باسامه بن لادن مختلفين، يعني محمد حسن الحكايمه ابو جهاد المصري على سبيل المثال لم يكن من هؤلاء المخالفين، وكان قيادي مهم وكان مسؤول العلاقات او اسف العمليات الخارجيه في التنظيم، الى ان قيل انه قتل او اغتيل. انا من ابناء انه الناس دي ولا اتقتل ولا حاجه، بس يعني بصرف النظر عن الاسطوره اللي في مخي انه اتقتل بعد كده في باكستان في 2008. مثل الحكايمه كثيرين، يعني لما عمل اسطوره الوهم فعمليا هو كان عاجبه اللي حصل في عمليه البرجين ده مثلا، يعني لما نيجي نشوف مثلا الدكتور سيد امام دكتور فضل لم يكن ضد المساله على المستوى الفكري او العقدي لو صح التعبير، وصححني برضو لو انا غلطان. مش كل طبعا المحيطين يا استاذ يوسف ببن لادن كانوا رافضين للعمليه، لا انا قلت ابو حفص وابو عبيده والزواهري وغيره، لا في مجموعه محيطه، لان احنا عشان نفهم تنظيم القاعده، تنظيم القاعده مر بمراحل متعدده ومتنوعه جدا. المرحله الاولى اللي تم فيها بناء التنظيم والمجموعه دي هي اللي خططت واعطت الايديولوجيه دي لاسامه بن لادن، والغريب جدا وانا كتبت ده في مقال ان هناك 3 ضباط، والثلاثه الضباط دول ضباط اختفوا في ظروف غامضه. واحد منهم الضابط بشير احمد، وده ضابط باكستاني، وهو الذي درب قاده طالبان بما فيهم الملا عمر في معسكر اسمه معسكر قيس على الحدود الباكستانيه الافغانيه، ومعاه قاده القاعده اللي هيأسسوا تنظيم القاعده فيما بعد، ومعاه ضابط اخر سوري اسمه ابو برهان السوري، وضابط اسمه علي محمد كان شغال مسلم من اصول مصريه شغال في الولايات المتحده الامريكيه
بالتعاون مع الجيش الامريكي. الثلاثه دول دربوا قاده القاعد، وهم اللي ادوا لهم السياسه، سياسه ضرب العدو البعيد وما يسمى بحرب العصابات وحرب الانهاك للانظمه. الثلاثه دول درسوا لهم هذا الكلام في هذا المعسكر. من هذا المعسكر خرج قاده طالبان وخرج قاده الطلبه وقاده القاعده اسف. والتعاون من هنا بدا بين الطالبانيين مع تنظيم القاعده، ودي العلاقه التاريخيه الكبيره جدا. الثلاث ضباط دول اختفوا، راحوا فين؟ يقال ان بشير احمد قتل، طبعا ده اختفى، وبرهان ايضا خرج خارج افغانستان بعد كده واختفى في السودان ولم يظهر مره اخرى، وعلي محمد رجع الولايات المتحده الامريكيه واختفى ولم يظهر مره اخرى. فهنا المجموعه دي هي من كانت اساس حادث 11 سبتمبر، واخرون كانوا مؤيدين لاسامه بن لادن طبعا، ودي كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى لما بن لادن بعد 11 سبتمبر راح بورا بورا وقال لك احنا نعمل التنظيم الى تنظيم شبكي. يعني نخليه بقى ايه، مش مشكله بقى اسمه انصار الشريعه، اسمه مش عارف الانصار، اسمه انصار بيت المقدس، الكلام ده كله. وقبل بيعات كثيره جدا، واصبح التنظيم شبكه لا مركزيه في العالم كله، وقسم العالم الى سبع اقسام، وهذا الكلام كله. بعد كده مات اسامه بن لادن، فدخل التنظيم في مرحله جديده، مرحله انقسامه على المجموعه الشاميه اللي هي بيسموها سلفيه الجهاديه الشاميه، ابو محمد المقدسي وابو بصير الطرقوسي وغيره وغيره، دول اللي هم شايفين في خلل في المجموعه المصريه اللي بيقودها ايمن الظواهري، وقالوا عليه ان ده القائد المسرب، القائد المتخفي وهكذا. المجموعه المصريه كلها اقامت في طهران واقامت في ايران، وهربت من طورا بورا الى ايران، وما زال سيف العدل هناك، وعبد الله احمد عبد الله قتل هناك العام الماضي، والمجموعه كلها لا تزال موجوده هناك. ففي خلل في التنظيم دلوقتي، مجموعه مصريه ومجموعه اخرى شاميه. على هذا ضعف تنظيم القاعده تماما، ضعف الكاريزما، فقد الكاريزما بتاعته بسبب بن لادن، ضعف القائد وضعف شخصيه ايمن الظاهري مش عارف يسيطر على الفروع، اصبح كل فرع على راسه، كل فرع بيدير خطته مع نفسه. وهنا المشكله اللي هي مشكله طالبان، نجاح نموذج طالبان اللي هو نجاح نموذج العمل المسلح لمده 20 سنه ده بيدي بؤره امل وطاقه امل للافرع اللي هي بتقول لك ما احنا نقاتل في مالي برضه ممكن نوصل زي ما وصلت طالبان. وده اللي لعب عليه ايمن الظاهري. ايمن الظاهري امبارح اصدر كتاب نزل امبارح بمناسبه 11 سبتمبر، لم ياتي في هذا الكتاب على حادث 11 سبتمبر. قاده القاعده على السوشيال ميديا نزلوا رساله هامه جدا كانوا نشروها في عام 2013 اسمها ترشيد الجهاد. طبعا. من حوالي 17 بند، من اهم البنود فيها التركيز على قتال العدو البعيد والاستمرار في قتال الولايات المتحده. طيب ده يخليني اسال هنا بقى سؤال يا استاذ ماهر، قد يكون سؤالي الاخير الى ان نلتقي قريبا جدا على خير باذن الله. طبعا. السؤال هو انه هل بتعتقد انه ده برضو على خلفيه فكره تحركات امريكا في 11 سبتمبر، 10 سنين اولى بعد 11 سبتمبر تقرر الولايات المتحده الامريكيه فيها انها تعتمد سياسه الحرب والاغاره والاحتلال الى اخره، مثل ما فعلت في افغانستان ثم في العراق فيما بعد ذلك، وعشريه ثلاثها هي مساله تمكين بعض الجماعات ودعمهم في الوصول الى الحكم، حاولوا يعملوا كده في مصر، حاولوا يعملوا كده في سوريا، الخ الخ الخ. لكن هل تعتقد ان العشريه الحاليه هي دعم جماعات لا تريد العمل المسلح بشكل اممي او دولي، وانما تريد العمل داخل حدودها؟ يعني لن تقوم الولايات المتحده الامريكيه مثلا بدعم تنظيم داعش خراسان مثلا يعني، لكن عندها استعداد انها تدعم تنظيمات اخرى ملهاش اغراض توسعيه خارج حدود دولتها. ده سؤال. نعم، للاسف الشديد في ناس خبراء وباحثين عرب هم اللي دفعوا الولايات المتحده الامريكيه لهذه السياسه بكتاباتهم، اللي هي سياسه ضرب طيار بطيار، والسياسه دي اعتمدتها الولايات المتحده الامريكيه، وفي ناس معترضه عليها اللي هي موضوع اصطياد الرؤوس، يعني اصطياد رؤوس القيادات عبر الطائرات واللي هي بدون طيار او عمليات سريعه زي ما هم عملوا في افغانستان مؤخرا في الاسبوع الماضي، وعملوا ده في اليمن، صادوا ناصر الوحيشي الرجل الثاني في القاعده وغيره بهذه العمليات، مع دعم هذه الطيارات اخرى لحرب التنظيمات الاكثر منها تشددا في النهايه. فده ده موجود، وده اللي هيعتمد خلال الفتره المقبله، وده اللي حاولوا يعملوه في مصر للعلم، أنه وجدوا أن هناك قبول
لبعض التيارات الجهاديه للعمل السياسي. يعني لما جه مدير مركز ابن خلدون وراح جمع بتوع جماعه الجهاد وبتوع القاعده، بقايا تنظيم القاعده، وجمعهم في حزب، وكان عاوز يعني يعملوا حزب اسمه الحزب الاسلامي، كانوا عاوزين وداهم دعم فلوس كتير قسموه على بعض فيما بعد. دول اللي هم قال لك ده ينفع، ممكن نعمل حزب للجهاديين كمان، وممكن هذا الحزب يمارس العمل السياسي ونحاول نحتوي هذه الثيرات. كل هذا الكلام طبعا فشل ذريع جدا، وهذا الكلام كله هيفشل فشل ذريع جدا، لان مكافحه التطرف العنيف لا تتم عبر مثل هذه الوسائل الملتويه، ولا تتم عبر دعم تيار ضد تيار اخر. وهذا سبب فشل من زمان عندنا في السبعينات في مصر، احنا جربناه في السبعينات لما كانوا بيسيبوا جماعات حارب جماعه التكفير وجماعه تضرب جماعه، وده فشل. ومصر بطلت تعتمد هذه النظريه، هم لسه راجعين بادئين من عندنا احنا من السبعينات، ولازم عليهم انهم يتعلموا من التجربه المصريه. يعني لازم يتعلموا من التجربه المصريه اللي تمت في التسعينات، ثم التجربه اللي هي بعد 30 يونيو اللي نجحت تماما في مصر، واللي اثبتت جدواها في مصر في حرب الارهاب. انت النهارده بتتكلم عن اكثر من 26 تنظيم بعد 30 يونيو انتهت تماما، لم يتبقى منها احد بما فيها حسم ولواء الصوت. ألف سلامة. أنا بشكرك جدا يا أستاذ ماهر، نورتنا وشرفتنا بمداخلتك، ونتمنى أن احنا نلتقي قريبا جدا قوي خالص. كل الشكر للكاتب والباحث الأستاذ ماهر فرغلي، الخبير في الجماعات التكفيرية والمتشددة والمسلحة بطبيعة الحال للأسف الشديد.